المواطن العربي جرب كل أنواع الحكم، من حكم عسكري وديمقراطي وفدائيين وإيش كمان وضياع بدونها وحماس وكله، ولكن هو فشلوا كلهم، فقال لك ما في إلا الدين. هذه أحد الأسباب. وبطبيعتنا إحنا عنا نواحي روحية فأدت لهذا الكلام، لكن بالدولة يجب أن تكون تسير بحكم الدولة. وسبب آخر عزيزي إنه إحنا الأنظمة العربية لم تعد تبني دول، هي تبني أنظمة، تساعد أنظمة، تدفع باتجاه الأنظمة. ولذلك كل رئيس بيجي، حتى قيس سعيد اللي هو أستاذ جامعة صار بده يعني للأبد يبقى وبده يغير. فبعش يعني بس أحمد عبد العزيز بوتفليقة الرئيس المناضل بالجبال مات وهو بده يضله على الكرسي وهو ميت. في شيء في النفس العربية بده الكرسي.